مرحبا واهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله السنه الجاي انه نكون مرتاحين اكثر والوباء يكون خلص. طبعا احنا باول السنه الجديده رايحين نبيضها، حنسوي لكم منسف اكيد من جميل طيبه. طيبه احدى شركات المراعي، مصنوع من رؤوس الجميد والسمن البلدي، صناعات لا تمسها الايدي، وهذا الجميد حتى يريح ست البيت، والجميد جاهز الطبخ. وضيفي له لكل كيلو او كل علبه تقريبا الكوب الى كوب ربع من مرق اللحم او مرق الدجاج. اول شيء طبعا لازم نفضي جميد طيبه بالطنجره ونضيف عليه من مرق اللحم. اللحم انا عندي هون عم بنطبخ مع الباقة العطرية، وطبعا بس أضفت لها الهيل فقط، واللحم صارت ناضج عندي. ونستخدم اليوم استخدم لحم الغنم، أكيد للناس اللي بيحبوا يسووا المنسف عالدجاج كمان برضو بصير، لكن اللحم عندي هون صارت جاهزة ومرقها طيب جدا. والآن بدي أبدأ بإضافة لبن طيبة اللي كل ثقة إني أطبخه. وطبعا زي ما انتم شايفين مباشرة نفتح العلبة، فمش مانع نخضها شوية قبل ما نضيفوها داخل الطنجرة. ما ننسى انه جميد طيبة مصنوع من رؤوس الجميد الصافي، فمباشرة رايحين نضيف الجميد داخل الطنجرة. إذن بعد ما وضعنا جميد طيبة في الطنجرة، والآن رايح أضيف عليه من مرق اللحم، واللحم زي ما حكيت لكم هو لحم مطبوخ ومسلوق، وأضفت له شوية من حب الهال. الآن لكل علبة من طيبة بدي أضيف لها تقريبا الكوب إلى كوب ربع من مرق اللحم، وطبعا الملح هو ملح جاهز، ولكن في حال حبيت تضيفوا ملح عليه زيادة حسب النكهة وحسب ما بتحبوا، أكيد القرار قراركم. فأنا هون مباشرة رايح أخذ هاي كوبين ونص، رايح أخذ 3 كواب إن شاء الله. هاي أول كوب مباشرة، لا تخافوا جميل طيبة ما بفرط معكم، بدوش تحليك كثير، حركوا شوي شوي براحتكم. وزي ما انتم شايفين هاي 3 أكواب، لما يصير في عندي غليان رايح أضيف ما تبقى من اللحم وأغلي مع اللبن لمدة تقريبا 10 دقائق، وبعدين نسكب المنسف لأنه أنا مجهز الرز. وإن شاء الله يا ربي كل عام وأنتم بخير. الآن لازم نضيف اللحم المطبوخ على جميل طيبة ونغليه مع بعض كمان 10 دقائق. هسه بنجيب هو عم بغلي، وصلى الله وبارك على طول على السكب. بعد ما غلي اللحم لمدة 10 دقائق مع جميل طيبة صار منسفنا جاهز. بحب أحكي لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب تكون هاي السنة سنة بيضاء عليكم. الآن بدي أسكب المنسف وبشوفكم في فيديو قادم، فيديو منتجات طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي كفكيرين جميد وين؟ بعسدر. أوكي نعمل هيك، وبعديها نجيب هالشراكات. يا ويل قلبي أنا، هاي الرغيف، وهي كمان الرغيف مشان الحبايب.
منسفنا أكيد بجميل طيبة صار جاهز. بحب أحكي لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنتكم هاي السنة 21 تكون بيضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.